الو، هلا هلا. ايه مع ربعي، اقول لك بعدين. اوه بعدين بقول لك بعدين. يما خلاص، يلا يلا، باي باي يما، باي يما. والله العظيم. الو، السلام عليكم. هلا هلا يما، هلا وغلا. الله يحييك. اي نعم اي نعم، الله يرضى عليك. لا والله يما، بس اسال عنك. والله ما تبين شيء يما، توصيني بشيء؟ الله يرضى لي عليك، يطول في عمرك يما. الله لك الحمد. يلا يما، في مال في مال، الله يحفظك. السلام عليكم. ابو احمد. هلا. من هذا اللي تكلمه؟ هذه امي. امك؟ اي امك، ام توفي الله يرحمها. اي رحمه الله عليها، بس لو كانت حيه كنت بكلمها هالشكل. مسكين جاي من الشام رايح على مكة، آلاف الكيلومترات، وشاهد أمه وبيحج بها، يقول يا أمير المؤمنين هل قضيت حقي نحوها؟ خلاص يعني عديت. قال ماذا تصنع؟ قال أنا أغسلها بيدي، وأطفو لها طعامي، وأطعمها بيدي، وأوضيها بيدي، وجئت بها حاملا إياها لتؤدي مناسك الحج، أكون قد. قال ولا بطلقة واحدة من طلقات ولادتك كانت تصنع معك كل هذا وتتمنى لك الحياة، وأنت تصنع مع هذا وتتمنى لها الموت. فقال يا ابن عمي رسول الله، أراك سألت الرجل عن أمه؟ فقال ابن عباس، والله لا أعلم عملا أحب إلى الله من بر الوالدة. يحبك للجنون يما يما، كما بي وراحتي بغسة يديك، قلبي الصادق يبيك وانت أغلى من العيون. فقال ابن عباس، والله لا أعلم عملا أحب إلى الله من بر الوالدة. قال الأثاني جبريل الآن، فقال رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له. يعني ألصق الله أنف من أدرك أحد أبويه أو أبويه ولم يغفر له، ألصق الله أنفه بالتراب. يعني من أدرك في حياته والده أو والدته أو الوالدين جميعا ثم لم يتسبب بحسن خلقه وتعامله وبره لهم أن يغفر الله له، فلا أجزاه الله خيرا هذا العاق وأرغم الله أنفه بالتراب. يعني أنه قد أتيحت له فرصة. يا أخوان، ترى من أعظم الفرص أن يكون عندك أب وأم أحياء لتخدمهم، ليس ابن تتحول إلى خادم، إن كنت تريد جنات النعيم. يعني إذا أراد الله بك خيرا أدركت أبويك وحدهما، فكان هذا السبب في دخول جنات النعيم. الجنة تحت أقدام الأمهات، يعني أن بر الأمهات والآباء هو سبب في دخول جنات النعيم. أولا، هما أحق الناس بالتودد وحسن الصحبة. إذا عندك ابتسامة أعطيها، إذا عندك لطفة اجعلها مع والدك. الثاني، لا يجوز مفارقتهما إلا بإذنهما. ما يجوز الواحد بيسافر ولا بيذهب إلا يا أمي أنا رايح ولا أنا جاي أو يا أبي. رضا الله مقيد برضاهما، يقول الله جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك. من شكر الله ولم يشكر والديه لم يسمى شاكرا. دخول الجنة مقيد ببر الوالدين، ارجع إليهما فإن الجنة ثم تحت أقدامهما. الوالد أوسط أبواب الجنة. البر يزيد في العمر ويوسع الرزق، يقول عليه الصلاة والسلام، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره ماذا يفعل؟ فليصل رحمه. وأعظم رحم تصله رحم والديك، الأب والأم. البار محبوب عند الله تعالى مستجاب الدعوة، كلما صار بارا صار محبوبا عند الله تعالى. بل يا أخي، من العجائب، ذكر بعض المفسرين لما ذكروا دعاء موسى عليه السلام على فرعون، لما قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال الله قد أجيبت دعوتكما، دعوتك أنت يا موسى وهارون عليهم السلام. بر الوالدين يجعل الأبناء بارين. بر الوالدين مكفر للذنوب، كما قال الله عز وجل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. البر يستجلب دعاءهما للولد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن،
دعاء الوالد لولده، وفي رواية قال على ولده. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة جبهة فيستجيب لكم. يجب الإحسان إليهما والبر بهما وإن كانا كافرين، مثل ما قال الله تعالى: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم قال جل وعلا: وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. حتى لو كان أبي يعبد الأصنام ويقع في أنواع من 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 الآثام، يجب علي البر والإحسان واللطف، لأن يا أخي أفعل هذا تعبدا لله تعالى لا رضاء بمنكره الذي يفعل، لكن لأن الله أمرني بذلك فأنا أطيع الله تعالى فيه. كذلك العاق مدخول محروم من دخول الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم.